يا استاذ احمد. ايوه سامي اتفضل. حضرتك دلوقتي في ترعه قدام البيت عندي ملانا من جميع المخلفات القذره، واشتكينا للري واشتكيت لمجلس المدينه وصورنا الورق وبعتناه محافظه بني سويف، ولا حد سائل في اي حاجه. طيب فين حضرتك؟ فين في بني سويف؟ انا الفانت الغربيه الفشن بني سويف. الفشن؟ الفانت انا في الفشن. لكن الترعه دي اساسا بين المباني، ها، في قريه اسمها الفانت الغربيه، اساسا دي اسمها جسر السكر. جسر السكر. فياريت حضرتك توصلني بيه، لان احنا خلاص. لا احنا دلوقتي حالا هنكلم السيد وكيل وزاره الري والصرف ونعرف يعني ليه سايبينها كده. هي طبعا هيبقى فيها مخلفات ايه؟ قمامه صح؟ يا ده الناس هنا لما انا اساسا كنت مقيم في مصر، جيت انا بنيت البيت اساسا البيت كردون والحمد لله رب العالمين، لقيت الترعه اللي قدامي دي فيها جميع المخلفات القذره الرمم بقول لك ايه. بص بص، عشان انا يعني عارف الكلام ده ويوميا تقريبا حتى يوم الجمعه ببقى مسافر المحافظات. احنا اللي بنعمل كده في نفسنا. النهارده لو انا بلغت الصرف هيجوا يجيبوا كراره ويطهر وينظف. مفيش ساعتين ثلاثه، وصدقني هتلاقي القمامه اتجمعت تاني، لان انا اقرب مكان ليا هروح القي القمامه هناك. ده اللي بيحصل وده اللي حضرتك اكيد شايفه. هي القمامه دي جت منين؟ مين اللي جابها؟ من الناس اللي هنا. بشكرك يا حاج، بشكر حضرتك. واحنا برضه هنتابع مع الري وهنشوف مجلس المدينه موفر لهم خدمات ولا لا لوسائل جمع القمامه.